والله العظيم اول ما خلصت جيت جري، ما استنيتش ثانيه واحده زياده. لا والله كتر خيرك، ممكن تبقى هناك احسن. اقول لك على حاجه، ما تيجي نلم حاجتنا كده ونروح نكمل سهرتنا في العياده. مالك انت جوزتني وانت عارف ان انا دكتوره وليا الكارير بتاعي وحياتي العمليه زيك بالظبط، وبعدين مش انت اللي عمال تقول لي اشتغلي اشتغلي اشتغلي؟ ايه اللي جد بقى؟ اللي جد ان الدنيا مش مظبوطه، مفيش اكل في الثلاجه، مفيش هدوم في الدولاب، ده مبقاش بيت. انت فينك من كل ده يا مدام؟ عشان تعرف انك كنت معتمد عليا اعتماد كامل، لو كانت ايدك معايا في البيت في كل حاجه ما كانش ده بقى حالنا. استاذه في قلب الترابيزه. اقول لك على حاجه، انا هقوم انام بدل ما اطلع انا اللي غلطان. احنا مش بنتكلم عشان نطلع حد الغلطان، احنا بنتكلم عشان نحل المشكله، ومشكلتنا هي مسؤوليتنا احنا الاثنين. ما هو مش ممكن اكون انا بشتغل زيك برا البيت وانت ما بتشتغلش معايا جوه البيت. انت من بكره ايدك معايا في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني اغسل وامسح واكنس؟ ليه؟ ده انا ببهدل كل يوم في الشغل. انا مش عاوز من الدنيا دي غير ان ارجع اقعد على الكنبه دي، اقعد اتفرج على التلفزيون وافس دماغي والاقي لقمه كلها واجهز لبهدلت اليوم اللي بعده. كتير عليا ده كتير. ولو ان كلامك اتغير عن ايام الخطوبه، بس على فكره بقى اللي انا بطلبه منك مش صعب، انا بقول لك تساعدني لحد ما الاقي واحده تساعدنا. حاضر حاضر حاضر. هقول ايه؟ حاضر. وانت بقى من بكره هتاخد يومين لوحدك زي ما انا من اول ما اتجوزنا وانا بعمل كل حاجه في البيت ده لوحدي. احيانا سر تعاستنا بيكون بسبب توقعاتنا الكبيره الغير محسوبه، تسرقك السكينه وتحلى وحلمك يفضل يكبر بدون حساب، ولما تفوق على الواقع تتصدم في شكل حياه انت كنت راسمها وردي وما لقيتهاش.